باش نحكيو اليوم على جراية البرلمانيين أو أعضاء مجلس نواب الشعب اللي يتقاضوا أكثر من 4000 دينار دون حساب الامتيازات، ومع كل هذا عندهم الحصانة اللي تخولوا لهم يعملوا كل شيء وما يتحاسبوش، شنو رأيك؟ أنا والله مع أنه نقصوا في الفلوس ونحي الحصانة، خاطر بريتو هو قاعد يخدم في البلاد، فهمت علاش عنده حصانة؟ ودو أن ودو دو معناها ياخذ في 4000 دينار على حاجة معناها صحيح قاعدين يخدموا في البلاد، أيام ماهوش نتاع 4000 دينار. هذا حسب رأيي أنا. يعني شوفوا يعني البرلماني ياخذ في 4000 دينار، شوف الجندي ياخذ في 1000 دينار، الأستاذ يعني نشوف معناها الجراية نتاعو، شنو هو تعليقك؟ والله تعليقي اللي أنا ماذا بيا معناها ال 4000 دينار هذوك ما ينقصوا من عند أعضاء البرلمان ويتزادوا للجيش ويتزادوا للشرطة سورتو، خاطر إذا كان مش يكون الشرطة نتاعنا تاخذ في سوم معناها تاخذ في شهرية صغيرة ياسر باش يكون معناها قابلين للرشوة وقابلين برشا حاجات، دونك ما حناش نصلحوا، دونك أنت تعطي فيهم 4000 دينار بالحق أنا راه حاجة ياسر كبيرة، كما سمحني حتى رئيس دولة ياخذ في 30000 دينار زاد حاجة ياسر كبيرة. كما الوزراء ياخذوا في بون الوزراء ناش قداش ياخذوا بالضبط، اما كوم معناها بالحق فما قاعدين يتقاضوا في شهريه ياسر كبيره بارابور اللي قاعدين يعملوا فيه. وانت شنو رايك؟ انا بالنسبه للحصانه السياسيه جو سوي كونتر توتالمون، ما فهميش علاش يكونوا عندهم حصانه، خاطر اكثريه نواب معناها ينجموا يكونوا يستغلوا في البوزيسيون نتاعهم باش يعملوا حوايج معناتها ضد القانون وكل، دونك مادام عندهم حصانه دونك يسو بيرميت باش يعملوا الحوايج هذوما الكل، دونك تتنحى لهم الحصانه تولي نتخيل معناها حتى لو كان يخموا باش يعملوا حاجه دونك ما عندهمش حصانه دونك ما يعملوهاش. شنو رايك يعني في الجرايه نتاع البرلماني والجرايه نتاع الموظفين العادي؟ هو هي معناتها بالنسبه لي انا مشكله كبيره برشا، دونك معناتها هي منظومه كامله، مش ماحنيش ما نتخيلش اذا كانش نلقاو حل باش كاين 4 ملايين نقصهم يوليو 3 ملايين والجندي ويكون مليون يولي مليون ونص بار اكزومبل ولا 2 ملايين، معناها لازم منظومه كامله تتبدل ولازم سياسه نتاع دوله كامله، معناتها اي كومبري لازم نعملوا استثمارات ندخلوهم للدوله باش الاقتصاد ينتعش باش هكاك الكل يتحسن اوتوماتيكمون، معناها مش الحكايه انه نحي من عند عبد ونحط عند عبد، لازم معناها منظومه كامله تتبدل. الحصانه اللي عنده ساعه على شنو؟ كان عنده حصانه باش يعبيه وباش يعملوا سياحه حزبيه وباش كذا، دي حصانه فارغه، لانه وحاجه اخرى توا في البرلمان هذا جديد، احنا شفنا برشا اللي متعلقين بهم قضايا اللي هما ولاو نواب واللي هما يهربوا في الصراع ويهربوا في كذا، بالتالي انا من الاول هذوما ساعه قبل ما يدخلوا يا خويا شوفوهم ونحيوهم ننظفوهم من قبل ما تزيد يتخذ الحكايه. فهمني؟ هذا بالنسبه للحصانه، بالنسبه للفلوس وكذا، والله انا ثم اثنين اللي هما يلزمهم فلوس، الجيش والامن. عندما الجيش والامن يخلصوا مليح، مش هو اللي قاعد في البرلمان في كرسي يخلص مليح، هو ماشي يدافع على الشعب بل هو ماشي يعبي في جيبه. احنا شفنا الاطراف القديمه نتاع البرلمانيين ما ثماش واحد عنده 5 سنين ما ولاش عنده بلاصات وديار وانت شنو حسبتوهم، ما قلتوا يعملوا في ديكلاراسيون تاع الواحد حسبتوهم على ديكلاراسيون ما حسبتوهمش، تقول لي جرايات وانت شكون. ثم ناس احنا نشوفه في الخارج، شفت عامل الزبله العامل اللي تاع الزبله يخلص اكثر من اللي قاعد في الـ في الـ في البرلمان ولا في واحد، علاش؟ خاطر ذاك عنده عمل شاق في يعني عمل شاق يخدم فيه، يهز في الزبله ويهز في كذا. يعني احنا ماذا بينا توا في المستقبل؟ هل 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 هل, هل الامور هذه ساعه حصانه برلمانيه؟ هذا حصانه برلمانيه وقت اللي انساني اولا يكون نظيف وغيره، ثم كونه اذا كان عنده اي حاجه اي شائبه تتنحى له الحصانه بوقتها. نورمالمون الدوله تعرف الحاجه هذه، معناها نحن في الاوروب كي تشوف انت اللي ينظف يخلص اكثر من يشد البيرو، معناها نورمالمون يشوفوا يراعيوا لهم ظروفهم كيف ما تجيش. انا مش لوجيك فاش قاعد يخدموا في البرلمان قاعد يطبق في حاجات مش ترضينا الشعب، نحن هاك باش يرضينا حاجات يعمل فيهم باش يرضينا نحن، وقت اللي انت تاخذ 4 ملايين والاخر ينظف ياخذ 600 ولا 700 دينار نشوفوا ظلم. انا هذا ما يجيش ماهوش لوجيك، خاطر باللي تحب ولا تكره القاعده فوق بيرو وهنا شفناهم ضربوا النوم قبل راحه قدام مساكن اللي يخرج الخمسه الصباح ويقضي ويزيد مش
مش خالط ومش واصل جمنا. هما ما همش يعملوا في حد شيء في البرلمان ويخلصوا عاطينهم معناتها بلوزيوغ افونتاج كراهب وفلوس وكل ما فهمتش يعملوا بها، طونديس العبيد معناتها اللي تخدم في الخدمه بالحق مش قاعده تخلص معناها. معناها ما عندي ما نقول. معناها خاصة في الجيرة يشوفوا الاستيقاظ قداش يخلص، وبرشا يقولوا معناها البرلمانيين يضربوا في النوم، ما يعملوا في حتى شيء ويخو في برشا. النواب وكل شيء يضربوا في النوم معناتها تصويرة، معناها مش يعملوا في حتى شيء. معناتها وعندهم ديزافونتاج ياسر معناتها بارابور العبيد، فهمت؟ وماهوش يعملوا في حتى شيء. وخدمتكم انتوما باش الحاجة هذية معناتها توصلوها وإن شاء الله تتبدل. البرلماني يتقاضى يعني في 4000 دينار كجراية دون حساب يعني الامتيازات، وزاد عنده الحصانة اللي يتمتع بها ما يتحاسبش معناها حتى مهما يعمل ما يتحاسبش. شنو رأيك؟ نبداو بالمرحلة الأولى هي الحصانة. أنا ماذا بيا عضو في البرلمان ما يعطوش الحصانة المطلقة، فهمني؟ معناتها يحاولوا يشوفوا قانون اللي كونك فهمني تتنحالوا الحصانة، فهمني؟ وسنين المبلغ كان مونتون كبير فهمني، هذا 4 ملايين وكل شيء، وهو ما يعطي في حد شيء غير مردود. تو من 2011 ما رينا حتى مردود، وانا تمنيت اللي كونه حتى الانتدابات نتاع المترشحين على الاقل يقع كاستينج، يقع مناظره قبل واحد كل شيء وعلى السي في، مش اللي هو يمثل الشعب يحطوه كيكا سوخي واحد كل شيء، فهمني؟ انت معناها قلت لي ما يعمل في حتى شيء ويتقاضى في 4000 دينار. برشا يوافقوك في الكلام هذا، يقولوا معناه في البرلمان ما يعملوا في حتى شيء وياخذوا في 4000 دينار. ونشوفوا الاخرين، نشوفوا الاستاذ، نشوفوا الجندي، نشوفوا عامل النظافه اللي تعبين ليل نهار والجرايه نتاعهم اقل برشا. اي انا لهنا هي المشكله هنا في تونس، قعدنا نتبع في الفرنكوفون فهمني، من الاستعمار فرنسا قعدنا نتبع ونرمو يقيموا كيما في امريكا، يقيموا اللي يبذل مجهود اكثر هو يخلص اكثر. انا راه هكا معناتها، او فيزيك ولا مونتال فهمني. وانا نرجع للاعضاء البرلمان، راه ما انا ما نعممش الكل، خاطر فما البعض قاعدين الحق يعصروا في مخاخهم وكذا، وتقام عندهم مؤهلات وعنده كذا بون، اما 4 ملايين ياسر فهمني، مع الاقتصاد تدهور الاقتصاد كذا، انا يلزم تو البلاد تمشي في تقشف من الفوق واللوتة فهمني، يلزم من الفوق واللوتة، خسرتوها السيارات العمومية اللي راهو فيها فهمني، هكاك تخرج ويهزوا في ولادهم ويحوسوا ومتاع استغلال فهمني النفوذ نتاعو فهمني. انا راهي لازم تتأثر الامور وتتراقب، وخاصة المراقبة. كل حاجة عندها قرايتها، كل حاجة عندها ثقافتها. كي باش نشوفوا عامل النظافه باش ياخذ 700 دينار، هذاك النيفو الدراسي اللي وصلوا هكاكا. الجندي كي نشوفوه ياخذ في 1000 دينار، راهو مش حاجه سهله باش تخدم جندي ولا باش تعطي روحك ويتسمى شويه ليه 1000 دينار، خاطر جنود توفيت، جنود قرات على رواحها، قرايه راه باش تكون جندي راهي قرايه، راهي خدمه، راهي شويه باللي باش نقولوا كلمه جندي شويه في هو. بالنسبه للمجلس النواب ما عنديش حتى فكره عليهم، فيهم الباهي وفيهم الخايب. باش نحكيو اليوم على جراية الموظفين، نشوفوا يعني العامل النظافه ياخذ في 700 دينار، نشوفوا في الجندي ياخذ في 1000 دينار، في المقابل البرلماني او نائب مجلس نواب الشعب يتقاضى اكثر من 4000 دينار دون حساب الامتيازات، وزيد عنده الحصانه، والبعض يشوف انه ما عندوش حتى منفعه وماهوش باش يقدم حتى شيء. والله يعطيك الصحه، البرنامج هذا اللي تقوموا به انتم توا وقاعدين تعملوا اشعاع للجمهور، اللي حبينا نقولوا هم ديجا يعطيهم الصحه اللي قالوا، وانهم البرلمانيين اللي هما موجودين في الوقت الحاضر يعني باش ينحيوا من الحصانه الدبلوماسيه، وان شاء الله نوصلوا للنتيجه هذه. اون دوزيامون، ثم حاجه اللي هي تريز امبورتونت، وانه حتى هذوما اللي شدوا مجلس النواب ما قاموش بواجبهم بالكل. شنو معناتها ما قاموش بواجبهم؟ بعد شهرهم يبداو غايبين ويضربوا في جرايه، والعباد المساكنك اللي تقول انت يخدموا في التنظيف وواحد وكل شيء هما مش لاهين بهم، يعني سوا ديزون طلعوا لهم في الشهريه خاطر بالنسبه اللي كانت قبل زادوهم، لكن ما يزازيهمش لان المعيشه زاد طلعت وكل شيء زاد طلع، يعني اذا كان انت تزيدني منه وتزيدني منه كانك ما عملت شيء. اما بقينا ما نخبيوش عين الشمس بغربال، اما ان شاء الله يكون الشعب قد اختار الرئيس اللي هو صحيح، اللي ماشي هو مع الجمهور ومع الشعب. احنا تونس بلاد الاعتدال، بلاد المساواة. تونس بلاد العدالة، بلاد المساواة.
المساواة في كل شيء. الجندي يتعرض للموت، يتعرض للإرهاب، يتقاضى في مبلغ ضعيف باش. كما طبيب، كما المعلم، كما أي حكاية يخدم في خدمة جبارة وتقاضى في مبلغ قليل باشا. بين البرلمان ما نشوفوش حاجة قوية يطلع فيها البرلمان، ما نشوفوش حاجة جبارة يطلع فيها البرلمان بالشهرية اللي يخص فيها ذيته، يخص مقابل غير جهده.